وطبعا دي مناسبة بتساعدنا كلنا، وكنا نحب نستغل الفرصة دي علشان نضيء كل الجوانب الهامة في شخصية أم كلثوم، نلقي عليها الضوء ونتعرف عليها، نتكلم عن فنها الرفيع الأصيل، نتكلم عن وطنيتها اللي كلنا شعرنا بيها وفهمناها، على الجوانب الإنسانية والروحية اللي بتشكل شخصية كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. لكن في الواقع حديثنا النهاردة في ظروف معينة بتتحكم فيه، الظروف دي هي أن بنسجل الحديث في باريس بعد ما كوكب الشرق غنت في مسرح الأولمبيا وبعد ما حققت نجاح منقطع النظير، ولذا هنكتفي بأن احنا نتكلم النهاردة على هذا الموضوع أو حول هذا الموضوع. طبعا احنا سعداء جدا ومقدرش اعبر لك عن السعادة دي وانا بسجل الحديث اللي من زمان طبعا كتير بيتمنوه، وخصوصا انهم سمعوكي دايما بتغني الاغاني العظيمة واول مرة يسمعوكي بتتكلمي في التلفزيون، ودي تجربة جديدة. شكرا. الحقيقة يمكن مدام احنا في فرنسا اول حاجة هتخطر في بالي ان اقولك، هل زرتي فرنسا قبل كده ولا دي اول تجربة ليكي هنا؟ لا زرتها طبعا كتير. كويس. قبل ما تزوريها كنت بتتخيليها ازاي، وهل خيالك كان مختلف عن الواقع اللي شفتيه؟ طبعا الخيال بيبقى مش زي الواقع ابدا، بيبقى اجمل احيانا، لكن باريس اجمل. يا سلام. طب كويس. طب حضرتك اخيرا وافقتي انك تغني في باريس، ايه الظروف اللي دفعتك في الوقت الحاضر بالذات انك تقبلي العرض ده؟ والله دي امنية كل فنان انه يجي في بلد الفن الاصيل فرنسا، كل واحد يحب انه يجي يعرض فنه فيها. ده مش حاجة يعني، مش عايزة ان انا اقول لا او ايوه، يعني ده حاجة تسعدني طبعا. طبعا. هل لو انت بتقبلي انك تغني في باريس في بلد ربما المستمعين بتوعك هيكونوا مختلفين عن جمهورك العادي، كنت متوقعة كل النجاح اللي حققتيه؟ عمري ما كنت بتوقع أبدا حاجة قبل ما تحصل، يعني دائما ببقى خايفة. لغاية دلوقتي بتخافي لما تقابلي جمهورك؟ فعلا، لأني بحترم الجمهور فبخاف اني اعمل حاجه ما تعجبوش. مش معقول ما تعجبوش. اي حاجه بتقوليها الحقيقه بيبقى لها رد فعل عظيم جدا. طب وانت بتغني في مسرح الاولمبيا في وسط جمهور جديد، كان شعورك ايه وانت بعيد عن بلدك وبتغني لجمهور مختلف؟ والله انا كنت حاسه كاني في مصر بالظبط، لان كان الجمهور اغلبه من البلاد الشقيقه العربيه، وكانوا يعني ادوني اكتر مما اطمع يعني. لا هو الحقيقه كان استقبال حقيقة رائع، الواحد مش قادر الحمد لله ينساه ابدا. طيب الجمهور زي ما حضرتك قلتي كان معظمه من الدول العربيه، لكن اللي عرفوا ان كان في كمان كتير قوي فرنسويين اجانب، رغم انهم ما بيعرفوش اللغه كانوا معجبين اعجاب شديد. وانا قريت بعض الخطابات العظيمه اللي جات. ايه اكتر جواب اثر فيكي او كان بيحمل معنى يستحق ان نذكره؟ والله في جواب كان من سيده بتقول فيه انها هي يعني ما تقدرش تيجي لانها مريضه، وانها سمعتني في الراديو وبترحب بيا في فرنسا وبتهنيني وبتطلب صوره. وبعت لها الصوره؟ طبعا. عموما لما حد بيبعت لك جواب او صوره بتردي عليه؟ طبعا دايما. طيب النجاح الكبير اللي حققتيه في فرنسا قطعا تجربه جديده بالنسبه للفن العربي عموما، هل ده بيشجعك انك تبتدي تغني في بلاد غربيه اخرى؟ انا ما اقدرش افكر في حاجه لقدام الا في وقتها على طول. يعني ما اقدرش يعني اسبق الحوادث، ما عنديش مانع ان انا اغني، لكن يعني حسب لغايه دلوقتي لسه ما فيش. لكن في عرض، في عرض من لندن. ايوه، لكن لسه ما اتفقناش يعني. وفي بعض الدول العربيه متهيألي في عروض جت. لا لا
الدول العربية دي مالها طبعا من زمان. وهتغني قريب في حتة منه إن شاء الله في تونس. تونس أظن العرض جالك هنا في باريس مش كده؟ طيب كنت أحب أعرف كمان حاجة. إحنا سمعنا في الجرائد إن الأجر اللي خدتيه أكبر أجر خده فنان هنا في باريس، أظن حوالي 14,000 استرليني حاجة كده، مظبوط؟ أيوة فعلا. هل صحيح إن ده هيروح كله المجهود الحربي تقريبا؟ مش كتير. مش كتير علي. ده شعور الحقيقة عظيم جدا، وفي شك إنك قدوة للفنانين كلهم. ضمن حديثك يا فندم بتقولي أنا ما أحبش أسبق الحوادث أو الأحداث وما بعرفش غير في وقتها، واحنا فعلا لاحظنا الظاهره دي. يعني مثلا ما تحبيش ابدا تعلني عن اغنيه جديده، او حتى بيصل الامر انك ما تقدريش تقولي هتغني ايه في نفس الليله. فالظاهره دي يا ترى سرها ايه؟ ولا سر ولا حاجه. يعني ايه اللي بيخليكي باستمرار بتنتظر؟ يعني نفسي ما اعرفش، يعني ساعات ان انا يعني يمكن اقول ان انا هغني حاجه وبعدين اغير رايي في اخر لحظه. ما بحبش ابدا انه ادي للناس فكره عن حاجه وبعدين انا ما احققهاش. يعني ايوه بيبقى الهام اللحظه هو اللي بيملي عليك فعلا. كويس. دلوقتي كل الفنانين تقريبا لما بيروحوا بره بيغيبوا شويه. انا شايفاكي قلقانه قوي عاوزه ترجعي بسرعه. ليه يعني مش عاجباكي مثلا باريس؟ ازاي بقى مش عاجباني؟ لكن يعني اول ما خلصتي الحفله بتسالي الطياره امتى وعاوزين نخلص الشغل ونروح وبتاع. ف ايه انت عارفه؟ مش عارفه. لا مش عارفه، عاوزه اسمع. لا طبعا عاوزه اروح بلدي. طيب ايه اللي عجبك في باريس وتحبي انه يتحقق في بلدك، وايه اللي موجود في بلدك وحاسه ان حتى باريس ما عندهاش زيه؟ عاوزه تقولي ايه؟ لا عاوزك انت اللي تقولي لو سمحتي. عاوزه تقولي يعني ان احنا ناخد منهم حاجه او هم ياخدوا مننا حاجه؟ او احنا عندنا حاجات عظيمه وتحبي ان احنا نحافظ عليها. احنا تقاليدنا حلوه جدا ومحناش عاوزين حاجه ما نقلدش حد. كويس. وانا ما احبش ابدا اي انسان يقلد حد تاني. احنا لنا تقاليدنا ولنا حاجاتنا الخاصه الجميله اللي طبعا احنا بنعتز بيها. ف يعني انا ما احبش ان اقلد ان بلد تقلد بلد تانية ابدا. ده ظريف. طب ايه رايك في الموضه في باريس؟ عجبتك؟ مش بطاله، حلوه. طب ايه رايك في المراه الفرنسيه؟ ست لطيفه، يعني سامبل وفي الوقت نفسه شيك. يعني مش ابدا متبهرجه زي الناس اللي بيتصوروا احيانا. لا حلوين، يعني بيلبسوا بغاية البساطه وبغاية الجمال. كويس. طب ايه اجمل مكان عجبك هنا وكل ما تجي كل ما تيجي باريس تحبي تفوتي عليه؟ المسلة. ليه؟ عشان بتاعتنا، جزء من جزء من بلدنا. بتقولي بلدنا بإحساس عظيم. إيه بلدنا. طب يا فندم على العموم احنا بنشكرك ألف شكر على اللقاء السريع ده. كنت أتمنى أن أتكلم معاكي ساعتين كمان لكن حضرتك حددتي الوقت. لا كفاية أحسن، بعد الناس تزهق بقى من حديثنا بقى. يا خبر. أنا واثقة أن النهاردة سادة المشاهدين هيكونوا من أسعد ما يكونوا هما بيسمعوكي، وأنا عاوزة وعد أن يبقى لنا حديث أطول من كده إن شاء الله. طيب يا فندم ألف شكر، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. وفي الواقع أنت رفعتي رأسنا كلنا هنا في باريس، وإن شاء الله صوت مصر يصل للعالم كله إن شاء الله.